الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: تعفف وكن شهما شجاعا وراحما قنوعا كتوم السر عن كل ملتدي. هذا البيت فيه جمل كثيرة من الوصايا، نأخذها واحدة واحدة باختصار. الوصية الأولى في هذا البيت الوصية بالتعفف، وهو الترفع عن سؤال المخلوقين يا إخوان، والترفع عن إظهار الحاجة لهم، وهذا خلق رفيع لا يقدر عليه إلا الكمل من الناس. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل إيش؟ أغنياء من ماذا؟ من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على بعض أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط فينزل ويأخذه ولا يقل لغيره ناولنيه. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يحمل أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. والمتعففون هم أهل الجنة، المتعففون هم أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا، من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أكفل له الجنة. من لا يسأل، انتبه. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى وإيش؟ والعفاف، والعفاف والغنى، والعفاف والغنى. فمن أعطي العفاف فقد أعطي خيرا كثيرا، ومن طلبه وتكلفه ودعا الله عز وجل به أعطاه إياه. الوصية الثانية الوصية بالشهامة، أن يكون الإنسان شهما مع إخوانه. والمراد بالشهامة إعزاز النفس وإكرامها ورفعها عن مواطن التهم، وقوة التحمل في مباشرة الأمور العظيمة النافعة والقيام بها حق القيام. وهذا خلق رفيع يحبه الله ويحبه عباد الله عز وجل، الشهامة. الوصية الثالثة باختصار الوصية بالشجاعة والإقدام، الوصية بالشجاعة والإقدام. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، شجاع، شجاع صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأحسن الناس وأشجع الناس، وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا غريبا. قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذهب إلى الصوت لوحده ورجع، قد تلقاهم صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة معرورا وهو متقلد سيفه، فقال: لم تراعوا، لم تراعوا، وإن وجدناه لبحرا. ويقول أنس، ويقول البراء بن عازب رضي الله عنه: وكان إذا احمر البأس في القتال، يعني وكان إذا احمر البأس يتقى به، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول علي بن أبي طالب وهو من أبطال الأمة وشجعانها، يقول: لقد رأيتنا يوم بدر، وهو شجاع، يقول: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الشجاعة، وجعلها مجلبة لمحبة الله عز وجل ورضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله عز وجل، ثلاثة يحبهم الله عز وجل، وذكر منهم: ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له. الوصية الرابعة الوصية برحمة الخلق، الوصية بأن ترحم المخلوقين. فالراحمون يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض
يرحمكم من في السماء. ولما بكى النبي صلى الله عليه وسلم في موت ابنته زينب قال له بعض الصحابة: أتبكي وأنت رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال الله عز وجل في حق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومن لا رحمة له فهو جبار شقي، من لا رحمة له ولا يحس بالرحمة على الغير في قلبه فهو من الجبارين في الأرض. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ولما رأى رجل من الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل غلمانا قال: أتقبلون غلمانكم؟ فإن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: وما أصنع بك؟ إن نزع الله الرحمة من قلبك، بل إن شريعته رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل إن الله وصف نبيه وامتدحه بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، رواه أبو داود. فأوصيكم يا إخوان أن ترحموا أنفسكم، وأن ترحموا الفقراء والمساكين والمعوزين والمحتاجين. وأوصيكم يا إخوان أن ترحموا الوالدين، وأن تترفقوا بالزوجة والأولاد، وأن ترحموا حتى الحيوانات، حتى الحيوانات تفتقر إلى الرحمة، وقد يكون رحمة الحيوان بابا من أبواب الجنة كما ذكرنا سابقا. الوصية الخامسة في هذا البيت: الوصية بالقناعة، وهي الرضا بما قسم الله تعالى لك من الأموال والأرزاق والصحة والوظيفة وغيرها من أمورك الدينية من أمورك الدنيوية، أن ترضى بما قسم الله عز وجل لك، فلا تتطلع نفسك وروحك إلى غير ما في يدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فالمسلم عندما يشعر بالقناعة والرضا بما قسمه الله يقوى قلبه وتقوى عزيمته ولا تنكسر روحه. الوصية السادسة: الوصية بحفظ الأسرار. فإذا ائتمنك أحد على سر من الأسرار فلا يجوز لك أن تبديه، فكتمان السر واجب وإفشاؤه محرم، وهو من الأخلاق، فكتمانه من الأخلاق الحميدة والصفات الفاضلة. وقد كان العرب يتمادحون فيما بينهم في أنهم يكتمون الأسرار، وقال العرب: حفظ الأسرار أشد على النفوس من حفظ الأموال، حفظ الأسرار أشد على النفوس من حفظ الأموال. وقالوا: الأسرار قالوا: صدور الأحرار قبور الأسرار، صدور الأحرار قبور الأسرار. يعني أنه لا يكشف السر إلا من ليس بحر في أخلاقه، أما الحر فإنه يترفع عن كتم الأسرار. وإياك أيها الأخ الكريم إن كنت عاقلا أن تودع سرك عند غير ذي ثقة. نعم. وقوله: قنوعا كتوم السر عن كل ملددي. الملدد هو العدو، فإياك أن يعرف عدوك بسرك، فما أعظم انتصاره عليك وسخريته بك حينئذ. وهناك أصل عند العرب يقولون فيه: ما أفلح من استودع أسراره النساء، ما أفلح من استودع أسراره النساء، لأنها ضعيفة العقل وشديدة الانتقام، فإذا وجدت عليك سرا وخاصمتها في يوم من الأيام فلن تتأخر في فضح سرك إلا الصالحة القانتة الحافظة للغيب بما حفظ الله.